في تطورات الحرب على أوكرانيا تحتدم المعارك في مدينة بخموت وسط تقدم القوات الروسية. في غضون ذلك زار وزير الدفاع الروسي قوات بلاده في جبهات القتال بأوكرانيا، بينما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية صد 150 هجوما للقوات الروسية شرقي البلاد. من كييف ينضم إلينا مراسلنا إياد سيتي. إياد، حدثنا أكثر حول تفاصيل ما يجري في باخموت وفق الرواية الأوكرانية. نعم ريما، القوات الأوكرانية لا تزال موجودة في هذا المحور، في محور باخموت، المحور الذي يعد هو الأبرز الآن في الجبهة الشرقية ضمن خمسة محاور أخرى، وهي ليمان وأفديفكا وشختار وباخموت. القوات الأوكرانية لا تزال موجودة كما قلت، هذا ما أكده بيان الأركان العامة الأوكرانية اليوم. المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية كان قد أكد أن القوات الأوكرانية صدت عديد الهجمات في هذا المحور تحديدا، تحاول القوات الروسية فرض طوق على هذه المدينة من ثلاث جهات، من الجهة الغرب، من الجهة الشرقية والشمالية والجنوبية، لكن القوات الأوكرانية لا تزال موجودة تقاتل في وسط هذه المدينة وفي أطراف مدينة باخموت. يعني قالت مصادر عسكرية أوكرانية بأن بعض من الوحدات الأوكرانية يعني على وقع الضربات ربما الروسية قد تراجعت إلى الجهات الغربية، وهي الآن تتحصن في هذه المواقع أو تقوم ببناء تحصينات وخطوط دفاع جديدة في المناطق الغربية، لكنها لا تزال أيضا بعض من الوحدات الأوكرانية لا تزال موجودة في وسط المدينة، لا تزال تقاتل ولا تزال تقاوم الهجوم الروسي على هذه المدينة. وهذا ما كان أكده أيضا المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، فلنستمع إليه. في اتجاه باخموت لا يتوقف العدو عن محاولته تطويق المدينة. صد جنودنا العديد من الهجمات في مناطق عدة من مقاطعة دونيتسك من بينها باخموت. نعم، هناك أيضا كانت زيارات للعديد من القادة العسكريين الأوكرانيين لمدينة باخموت جرت يوم أمس واليوم. يوم أمس كان قائد القوات البرية الأوكرانية سوريسكي كان قد زار المواقع الأمامية للقوات الأوكرانية في هذا الاتجاه تحديدا في اتجاه باخموت، وقال أن القوات الروسية النظامية وقوات فاغنر الأكثر جهوزية هي التي تقوم الآن بشن العمليات الهجومية على القوات الأوكرانية. أيضا كان هناك زيارة لقائد قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم خورينكا إلى هذه المنطقة، والذي قال بأن القوات الأوكرانية أو وحداته هناك ما تزال صامدة وهي لا تزال تقاتل. كانت هناك أيضا تصريحات من المتحدث باسم عمليات الشرق الأوكرانية اليوم، قال بأن هذه الزيارات للقادة العسكريين الأوكرانيين إنما هي مؤشر يدل على أن القوات الأوكرانية ستبقى هناك وستبقى تدافع عن كل متر من الأراضي الأوكرانية. طبعا الوضع في باخموت في ظل شح المعلومات من كلا الجانبين وخاصة من الجانب الأوكراني لا تزال يعني يكتنفها بعض الغموض، لكن من المؤكد بحسب الرواية الأوكرانية أن القوات الأوكرانية لم تنسحب من محور باخموت وهي تواصل قتال القوات الروسية في هذا المحور. شكرا جزيلا لك إياد السيتي من كييف.